نروح لزميلتنا مشاعل السعد، هي موجودة معنا من المشاعر المقدسة، ونعرف منها الدنيا هناك ماشية إزاي، وكمان مجموعة من اللقاءات مع بعض الحجيج. طبعاً برحب بيك يا مشاعل، وسعداء أكيد بوجودك معنا وبمشاركتك، وياريت تحطينا في الصورة كالمعتاد زي ما احنا متعودين معاكي بقالنا كده يوم، عشان نطلع على كل ما هو جديد لديك في الأراضي المقدسة. يا اهلا فيك هشام، واهلا وسهلا على جمهور اللي بيتابعنا في مصر الحبيبه. دلوقتي احنا موجودين في مشعر عرفات بخلفي جبل الرحمه، يعني انا مش قادره اقول لك قد ايه في الاجواء من الطمانينه والرحمه والتاخي، والحجاج مبسوطين انهم هنا موجودين معانا. يعني يوم يعني مش عارفه اقول لك ايه، يعني الشعائر اللي نشوفها هنا، الفرحة. لكن خلينا أنا أولاً أرحب معي بعض الحجاج اللي قابلتهم اللي موجودين هنا معانا، نتعرف عليهم نشوفهم. السلام عليك، أهلا وسهلا، مرحبا، كيف حالكم؟ أهلا أهلا فيك، أهلا وسهلا، الحمد لله رب العالمين. عرفينا بحضراتكم، من وين جايين، وكيف رحلة الحج معاكم؟ الحج أمي محمد، أنا من الأردن، مقيمة بالمدينة المنورة. الحمد لله إلي كذا سنة بحاول أقدم على الحج، فضل من الله، يعني هاي السنة ربنا تقبل الدعاء واستجاب، والحمد لله، اللهم لك الحمد. طيب ولما جاتكم رسالة القبول، لما عرفتوا أن أنتوا من ضمن 60,000 حاج فقط اللي تم قبولهم، إيش شعوركم؟ والله أنا يعني إحنا حاولنا كثير وسعانا، يعني الفضل لله ثم زوجي. يعني أنا أول ما سمعت الخبر يعني كنت بالدوام على رأس عملي، وسبحان الله يعني أول ما تلقيت الخبر يعني سجود شكر على طول. يعني أنا شغالة بمستشفى، تخيلي كيف، الحمد لله رب العالمين. صراحة شعور كان يعني من أحلى الفرحات اللي فرحتها بحياتي، الله يعطيها لكل مشتي يا رب يا رب. وناخذ برضو خبرنا عن شعورك لما جيت، وانت دلوقتي موجود معنا هنا في مشعر عرفات، ايه احساسك؟ والله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يعني شعور لا يوصف طبعا، الحمد لله، الطمأنينة والسكون اللي موجود، الاجراءات بشكل عام والتنظيم كان ممتاز ما شاء الله. يعني هذا كثير فادنا، يعني ما حسينا بمشقة مثل ما كانوا يقولوا كل سنة مثلا انه في مشقة. لا، الحمد لله الحج ما في مشقة للي كان نويها وبنية صادقة، فالحمد لله رب العالمين اللي ربنا كتب لنا اياها السنة. وان شاء الله عقبال كل حدا مشتي، مثل ما قالت زوجتي، يعني انه اي حدا مشتي الحج ان شاء الله السنة الجاية ان شاء الله يحج. ويعني وبتمناها لاهلي جدا، انا انه كل اهلي وقرايبي ان شاء الله انهم يا رب انهم يحجوا وينولوا هذه وينولوا هاي، ان شاء الله ما تكون الاخيره يا رب، ان شاء الله من العيدين ما تكون الاخيره يا رب يا رب. امين، الله يسلمك، امين يا رب، شكرا جزيلا، الله يسلمك. ثم ناخذ هنا ايضا معنا بعض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نحمد الله ان من علينا باداء هذا الفرض، ونشكر حكومه خادم الحرمين الشريفين ولي عهد الامين على الاشراف على ضيوف الرحمن، والحمد لله والشكر لله. ونتمنى لكل انسان ان الله يوفقه ان شاء الله وياتي الى هذه البلاد الطيبه وياتي فريضه الحج، ولكم الشكر يا اخواني. الله يتقبل منكم يا رب، يتقبل من جميع الموجودين هنا. ايضا ناخذ معنا هشام هنا بعض الاشخاص اللي شفتوهم اللي كانوا مبسوطين جدا جدا انه تم اختيارهم من ضمن 60,000 حق السنة دي. يعني أنا مش عارفة أقول لكم أو أنقل لكم الصورة اللي إحنا موجودين فيها، ونفسي بس يعني أقدر يعني أنقل المشاعر اللي أنا بحسها هنا دلوقتي من الحجاج، من التراحم والتآخي اللي بينهم. لكن خلينا هنا ناخد بعض من الحجاج أيضا من مصر. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، نتعرف على حضرتكم. أحمد جمال. أحمد، خبرنا من وين؟ من مصر، من أصل. وأول مرة تحج؟ أول مرة أحج، شغال في الدم. لما جت تروح من 60,000، سبحان الله، كان شعور جميل خالص أساسا، يعني خاصة إن هو جاي على فجأة، يعني ما كانش متوفر حجوزات خالص، وسبحان الله الموقع فتح مرة واحدة وفي ثواني كنا حاجزين، الحمد لله. الله يقولك في حد يتمنى يكون معك في الحج؟ معايا زوجتي وان شاء الله، اتمنى والدتي ووالدي باذن الله ان شاء الله المره الجايه. اهلا وسهلا، نتعرف على حضرتكم. اميره، خبريني، اول مره تحجي فيها؟ ايوه. ولما جاوا اختاروكي انك تكوني من ضمن 60,000 اللي نص، اكثر من نص مليون حد تقدم عشان عاوز يحج، واختاروكي انت، قولي لي شعورك وانت دلوقتي في عرفات. ما انا حاسه ان انا في حلم، يعني حاسه ان ده فضل من ربنا كبير جدا الحمد لله، يعني وحاسه فعلا ان انا في حلم، لان الواحد ما كانش يتخيل كرم ربنا ده الحمد لله. طيب خلينا نقول مثلا دلوقتي، يعني انت موجوده هنا، مين تتمني يكون معاكي؟ ايش امنيتك اللي عاوزاك ربنا يحققها لك؟
يعني ربنا يحقق لي كل اللي بتمناه يا رب، بس نفسي يعني كل اللي ربنا يعني نفسه يجي عرفات يجي بإذن الله، وربنا يحقق لكل مشتاق ان هو يجي عرفات بإذن الله. يا رب يتقبل يا رب. هجام مشاعر يعني فياضة، مشاعر كبيرة جدا، الحجاج موجودين. حدا بطلب من المصور إذا ممكن أستاذ ضياء يعني تشوفهم على جبل الرحمة موجودين، كل حد بيناجي ربنا بيكلمه بيقوله باللي نفسه فيه.